يفهم معناها. الكابينة يعني طيب كل شيء اللي يمشي واللي يجي. الكابينة يعني الراس فلوس الناس سرقها مية حساس خسارة ونقول ولا باس. الكابينة يعني البيت ولا سيارة رجاء نلتموا فيها يا ريت. نتناقشوا نتفاشوا نضحكوا نتعاركوا المهم بروحنا وندقوها جروح. المهم بروحنا وندقوها جروحنا. غنوها بكل الألحان قلوها بكل الألوان غنوها بكل الألحان. مرة قفشة مرة حكمة مرة ضحكة ومرة حكمة على وجوه حبايبنا الحلوة على وجوه حبايبنا الحلوة. شوف شوف يا خبرة شوف ولاد النضولة النضولة يا ولاد عنده واحدة عنده واحدة صير يا ولاد شو دير هنا نلعب بوبجي بس كنت الرماية والحاجات هذيك كلها بوبجي هو تنودك لبوشي تنودك لبوشي يا ربا حجر تجري رعشتني كيف فرقة السحرية هو ما يطلع منه وخير عشني وخير والله لا هو اسحب روحي بالموت اسحب روحي بالموت سحريه ما شوف الشارع نوبت نوبت رجع اخونا هذاك السنكوه يشدها بجرتي وتو فرخ السحليه هنا يعرعشني والله ما زال نلقاه في الشارع لنا راح من هو هو السنكوه اللي ناشب بكريكا في ما قاري معانا يا راجل نسيت والله ما زبطت انا بالله انت من يوم ما يعكس في شارع اللواجي يا خبر والله ما زبطت لكن وين نشاف ربينا عليها امره انت والله ما يقدروا يديروا حاجه يا خبره خير والله لا رسمي وهميين يا خبر انت نار نقول لك حاجه هي خشت بعضها خشت بعضها وهم يناشبوا وين نشاف لما نمشي لهم الا تو يتم يا خبره انا تضربوني تنوريكم السحليه شين يدير. الو سنكوه شو الاخبار شو مداير شو الامور اسمع انا كنت عند جماعه الكابينه ويقولوا عليك في كلام مش مزبوط انت وجماعه اللواجيره اليوم توتوا روحكم وضروري ما تقلبها الحق قصدي كان ما درت شيء راهو وهمي ما عندك شير من لخيرك تمام يا سحليه تمام زي ما قلت لك يقولوا عليك في كلام مش مزبوط قصدي بيقلبوها على راسك انت من الاخير 100% انت وين يا مريوح؟ يكلم لي ولاد الشارع وقول نوتوا العدة كلهم مع بعض دي اليوم بتخش بعضها مع ولاد القابينة هذا تمتها يتوى قلت لك أنا تم يا سنكور 100% أيوة هيا بتخش بعضها توى انت في القابينة توى زوجني تفضل هاي رتالة شو فيه واضحة في المحل وين منكون
يا ودي كم تفتح لي موضوع قدام فتني منه خلص عليك بعدين تعال خود مشكلة عشان الأواجو باي باي أو جايك أنت صارت الدوادي يا ودي أنت مشرع لواجهه تلاه يا رجل احنا أحباب وأصحاب وجيران وما تجيش يا رجل يا ودي عفيني منها أنا والله العظيم أنتم أصحاب الزوز زي لواجهه وزي القابينة يا ودي احنا جيران غير صلي على النبي احنا جيران ونحزاه وكان في حاجة بينكم بين سنكوح نكلموا احنا يا ودي والله لا سامحني سامحني والله ما نقدر لا 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 سامحني ولا سامحني أيوة خبرة شو الأمور باي إن شاء الله شو في؟ أنت هذا ما شاء الله لواجه اسمع خبرة تبي نكلم لك جماعة نكلمهم لك لكن أنا صاحب صغار أنا ما عندي شيء على المشاكل متفاهمين ها؟ ماشي أوكي أيوة وركينا نعم شيني عركة يا راجل شرع الواجه لا لا شرع الواجه فكني منها راه من الأخير من الأخير فكني منها مع مني سنكوح فوتة فوتة ما تكلماش ما تكلماش ما تقولاش أنا جاتك ولا اللي هو من الأخير لا لا لا, لا ما خشش فيه السنكوح أنا بكل بس سنكوح فكني منها بالله عليك سنكوح فكني منها ايه مية مية ايه مش هفوتني باي بارك الله وفي عارف مية في المية هاي سنكوح ايه نشبح فيه اه ونشبح فيهم ملقطين جماعة كلهم قدام القابين اه ملقطها كلها بيهدوا عليكم راه تي يا راجل ضروري ما توتي روحك وتكون جاهز للمراه وهادين عليكم اليوم تي اليوم تسمعني جاي هاهم قدامي هم توا ايوه زي ما هو زي ما قلت لك راه بيهدوا عليكم اه نشبح فيهم توا انا اولاد جماعه شارع الواد جوزه ودار بدو يديروا في الجو البارا وناشبوني مبكريك في شارعهم غادي كاي من الاخير انا ملقطكم نبي ند عليهم اليوم كدير في الجو وتناشب وملقط الاولاد او حتى انا لقطتها لك وجاتك شن بتدير دير توا تعرفني يا خبره في الحق حتى اخوي ما نعرفاش وانا وقفتك بالعاني وانت تزبط انا ما نزبطش وما نبيش نزبط والبى حاجات من الاخير انت شن بتدير دير خيرك حادث ولا شنو يا واد سدوني شرع على واجهي ضربوني تبقى ضربوك هو حزوها العركه مبكري بعد ما روحنا عليهم عليهم قصمهم بربي ما باردين بها اليوم تولي لما ناكل لهم ماكله هاولي بعت لهم السحليه تو يشوف شو فيه شو ما فيش وناروا محرف الليله بنلقط لهم في قيطه ثانيه وتو يشوفوهم مالا تو نوريهم سنكوح منو السحلية السحلية خش خش اسمع يا شباب راهو كنت عند جماعة القابينة مش ناويكم على خير كيف صار؟ تعال نقولك يا
يا ولدي قلت لك قداش مره هادم ولاد منطقتك وانتم تعتبروا عيله واحده. انت معقول يا يضربوا الفاس وقريب قتلوه ويقولوا علينا احنا خوافين وجبناء وما نتعشموش ومش عارف شنو ما خلوا ما قالوا. ومن اللي جاب لكم في الدوة؟ في السحليه يا مش عندنا فيهم ولا عندنا فينا السحليه جا قال على كل شيء. انا نصحتك وهادم ولاد منطقتك وشارع اللواج وحتى هو شارع. تقول لك حاجه انا تو بعثت لهم السحليه يجبد لي منهم الدوة ونشوفهم شنو يقولوا عليا والليله ولا هاد عليهم هاد عليهم هاي تشار. الله يهديكم ويصلح حالكم ويطلعكم من هالفتنه على السلم يا الله يا كريم. تقول لي السحليه شن قالوا علينا جماعه لواجو؟ قالوا عليك وهمي يا حبيبي ما عندك شيء وفاضي وفازوا كلفات الشارع بيقطعوه. وشن قالوا تاني؟ شتي شن ما قالوش يا حبيبي والله بيقطعوكم صاير فايق. انت كيف يا رتانا دوايا؟ ناقصنا الاولاد شارع اللواج يدوا علينا احنا. وش الحل يا خبره؟ شنش الحل يا راجل؟ يا غدوه من الصبح اطلقتوا لي الاولاد وبند عليهم اما اليوم طلعوا منها كتروا الحزازه وصار فيها جو تفاهموا ما تفاهموا واحد، لكن غدوه ولا لما نقطعها ما تباتش فيا انا من الاخير. مالها ما تبوا شيء يا حبيبي عندي شغل انا. شوف يا خبره شن تبي توعي؟ أنا في الحق حتى أخوي ما نعرفاش. حتى احنا زيك هنايا. السحلية متاعكم هذا يضايق في بنت شرعنا والمريوح شافه. شن دخلي فيه السحلية أنا ما يسكنش في جنبي. أنا في البداية كنت نحسابه يسكن في شرعكم والمشكلة اللي صارت بكري أنا ما نرضاهاش. الحق في الأخير احنا أولاد منطقة واحدة. احنا السحلية جانا قالنا أنتم قلتوا علينا هالبا كلام. كيف؟ هذا اللي صار. حتى احنا موضوع اكي معناها في موضوع تاني صاير. ايوا احنا ما ندروش. احنا جانا السحليه قال لنا راه قالوا عليكم صغار شارع اللواج وقال عليكم واميين ومش عارف شنو ومش عارف شنو. معناها حتى انتم ماشيكم قايلكم نفس الكلام. صاير معانا نفس الموضوع. احنا كيف الدوه هذه؟ هذا معناه نقدروا نصرفوا معاه. تعال لي جاي نفهمك كيف نديروا له. كيف تعال جاي دي خارج زي الديني ورجلي ترجع فيا. انت كل يوم هيك نايمتيني بعدين خير هرجلك هي شن فيها؟ دي هذا ولد بنتي دفني سنقت يا اختي. شو بنقولك هذا الخبره واصحابها تعاركوا هم وصغار لواجو وصايره عركه للسمي وقع علينا عركه جني عركه يا اختي. هذا الفرق المجعوطه هو ولد السمين تعرفي نشب ما بيناتهم وخلاهم يتعاركوا مع بعضهم. هذا ولد من النوبيه. ايه اعطيه كيا يا اخيتي وانه يلقى زوز هيك الخوت مع بعضهم لازم تصير عركه وخيره طالع لي بو هو زي بو في التان هيك الله غالبي يا اخيتي. اي قول لك حاجه. قولي يا ودي سيبيني كارت رصيد وتو انا نقول لك كم في باهي ان شاء الله يا اخيتي. حاضر هي تبوك عليا مروشتني كبدي مروشك بيتك. انا الجو عادي امور طيبه لكن ضربتكم في الفاز وما تجيش. ورسمي كلامك يا خبر. والله شب نقول لك انا توه هالسحلية هذا هو اللي فتن عليه وخلانا نضربوه الحق. لكن انا نقول لك ان شاء الله ما تكون الا راضي وما يكون الا راضي حتى هو. السحلية هو موضوعها سهل. كيف؟ تعالوا نقول لكم. وجهتك في الليل توه لا في حزازة لا في شيء دراع بدراع واللي فيها حليب تصيح. كان ما تروحش بالشويه اللي معك يا عماه اليوم تولوا مفروم. لا نولوا طابونه. لا تطول ضحكه بالله عليك. انت ما عندك شيء لا انت لا اللي معك. دوه وخلاص انت البين عليك. انا دوه وخلاص. دوه وخلاص. اصبر اروح اقلب وجهك خير. ودي كان تروح بجماعتك خير راهو. ما نبيش نروح وانت روح خير ما ناكل لك وجهك. الواحد شن بيقول له توه هاي؟ هدوا يا ولاد. لا 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 شوية يا خبرة تعبش روحك. أنا في الحق حتى أخوي ما نعرفاش. يا ولاد ورا فهموني أنا قصدي شريف مش نعمل فتب بيناتك. مش قلت لك يا ولادي إن السوس خش بيناتكم؟ مش قلت لك؟ والله لا طلعوا تريس يا ولاد والله لا زال أسل ما شاء الله عليهم لكن الحمد لله تصفينا ومشت الأمور. مش قلت لك انكم صغار شارع واحد وصغار منطقه واحده وياما لعبتم مع بعضكم وياما قريتوا مع بعضكم. يا ريت السحليه ما يطلع منا. لا وشني لما علقنا عليه. لا
أنا مش قصدي نفتن بناتكم، أنا قصدي شريف. لكن ولي كلاها طريحة، كلاها طريحة، قريب اقتنى باش مرة تانية يعرف يفتن بين الناس. ريتها ما يتحشمش، وهو شن دخله؟ ماذا بيه تعاركوا ديما مع بعضكم؟ يلا مشت الأمور، لكن أكثر حاجة عجبتني في العركة شن هي؟ كلمة السنكوح. أنا في الحق ما نعرفش حتى أخوي. يا لطيف،